السلام عليكم، تحياتي الإخوان، تحياتي لكم الإخوان. اليوم بغيت نوضح هاد الأمور. بزاف ديال الناس الإخوان تيهضروا وتيبقاو يهضروا بزاف، وهذا المهم. اليوم غادي نفهم لكم الإخوان المعقول. بالنسبة أنا الإخوان، الدراسة ديالي جامعية، كنقرا في الجامعة فنلندا. دابا راه حنا حجر صحي، غادي ندخلو الأسبوع المقبل إن شاء الله، ولكن محدنا في الدار، عندنا المطعم حنا في الجامعة، ولكن كيتصلوا هما بينا كيقول لك اجي تاخذ الماكله ديالك. بالنسبه للماكله الاخوان، ها انتم شوفوا ها الماكله، كيعطيوك مادلين. انا عاد كليت منهم جوج، ها هما جوج، فيهم جوج أربعة، فيهم جوج أربعة، ستة، ثمانية. انا كليت جوج بقاو ستة ياك. ها هو مادلين معتبر، كيعطيوك هذاك البيباكاكور. بيباكاكور الاخوان واحد الفقاص عجيب غزال، ها هو خبيز. بالنسبه للماكله الروس، كما كتشوفوا اللحم ديال البقر حلال، عندنا المطعم فيه الحلال الاخوان، وفيه الحرام. حنا الناس المسلمين كيحطوا ديما واحد الصوره ديال الحلال، لان راه حلال. ها نتوما الاخوان، ها هو مازال سخون، ان شاء الله غادي نتغدى به اليوم. ها نتوما الاخوان، هذا هو سر الاخوان ديال الدراسه في فنلندا. هما الاولين في الدراسه في فنلندا، لانه بالنسبه للاكل، الاكل الاخوان كل صباح فطور. ممكن تمشي تجي فطور الخبز الاخوان، تفرتس كاع. شوفوا الخبز كي داير الاخوان، شنو فيه؟ شوفوا الخبز شنو فيه، هذا هو الخبز. شوف شنو فيه، فيه الكرموس، فيه الكرموس هنا الاخوان، فيه الكرموس، وهنا فيه الزريعه. هاي الشيء خبز فيه الزريعة، فيه زريعة الكتان، وفيه الكرموس. علاش؟ باش تبقى صحي مع راسك. بالنسبة قلنا هنا البيباكاكور، ها هو الإخوان، على شكل كاين نجيمات، كاين هانتوما، كاين وليدات بحال هكا، كاين هاد وليد صغير. كنجيو لهنا الإخوان، تلقاو السلطة. شو السلطة؟ متنوعة، فيها باربة، فيها بصلة، وفيها الخس، وفيها هذاك الروت، هذاك الروت بيري، هذاك شنو كنسميوه بالعربية الإخوان، حتى تكتبوا لي في الكومونتير، ما عرفتش أنا بالعربية. بالنسبة للفطور، هانتوما الفطور الإخوان، شنو كيعطيونا للفطور؟ كيعطيوك هذا، سميتو كرونشي بلوس. هاد كرونشي بلوس الاخوان، الا جينا نشوفو هنا شحال من فيتامين فيه، غادي نطلو ونشوفو فين هما الفيتامينات، غنشوفو شحال فيه. هانتوما الاخوان، شوفو الكربوهيدرات فيه 59 غرام فاصله 27 غرام. الانرجي فيه 2000، فيه 201 حتى 920 كالوري. هانتوما الفات 21 غرام. المهم هذا غنبقى نستعملو العشية، لأنو الصباح ما كناكلش السكريات الإخوان، مع الرياضة راكم عارفين. بالنسبة للبروتين فيه 10 غرام، والملحة ناقصة ما فيهاش، فيها 0.57 غرام الإخوان كيف ما كتلاحظو. هانتوما الإخوان، هذه هي الوجبة ديال الغداء. شوف شنو عطاونا، سيرو شوفو الجامعات في دول أخرى شنو كيعطيوهم. الصودا في الماكلة، بغيتي نكذب شي ناس اللي راهم عايشين في اوروبا وكذا، واش عندهم بحال هاد السيستم؟ راه ما عندهمش هاد السيستم الاخوان، ما عندهمش. فنلندا هي الوحيدة اللي تعطي وجبة الفطور وكتعطي وجبة الغداء، فابور بالمجان، والدراسة بالمجان. انا كنعاودها، دراسة بالمجان، والكتب، الناس اللي كيقول لك راه خصك تشري كتب غاليين، كتمشي للبيبيوتيك، عندك كارطة ديال البيبيوتيك، راه عندي مخبعة الاخوان، ما تندير لكم شي فيديو ان شاء الله، ندير لكم شي فيديو قريب. هذيك لاكارت ديال البيبيوتيك، تمشي تاخذ اي كتاب بغيتي فابور الاخوان، الا ما بغيتيش تقرا، الا ما بغيتيش تقرا على راسك. واللي كيكمل الدراسة الجامعية، الله يسهل عليها الاخوان، وبالنجاح ان شاء الله للجميع. او دعوا لي بالنجاح حتى انا الاخوان، وما تنساوش تدعموا القناه. بحدكم تدعموا القناه، راني كندير فيديوهات، ما كتدعمش القناه راني ما كنديرش فيديوهات. بالنسبه للناس كيقول لك ما كتجاوبناش، خويا مشغول، ما يمكن ليش اخويا نجاوبك، سمح لي،
حتى كتقصر كتبقى مقصر، ما عندك ما يدار، الصباح كتبقى ناعس ل 12. انا اخويا راه كنوض مع 6 الصباح، مع 5 كنوض الله يقبل، نمشي نصلي الفجر وكذا. المهم بلا ما نهضروا بداك الموضوع، الله يهدي ما خلق. بالنسبة للإخوان، شو الحيمة كيدير الإخوان؟ ها بحال داكشي مغربي، داكشي مغربي ماشي التقاليد المغربية. الرويزة شو الروز كيدير مع سيدي؟ شو الخبز دابا؟ الخبز اللي تيشهي، شوفوا الإخوان الخبز سبحان الله فيه كرموس، فيه كرموس لداخل. شو الخبز فيه الكرموس، فيه زريعة الكتان. اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك. نبوسو هذا الخبيز، الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على هذه النعمة. والله يعطي مصيبة لهذوك صحاب العينين الخايبين، الله يعطيهم شي مصيبة. اللي راه كيشوف بعين الحسد، بغيت لك يا ربي، بغيت لك يا ربي لهليت ليالك، لهليت ليالك في أي مكان وزمان يا رب العالمين. هانتوما الإخوان شوفوا الشليضة كيديرة، ومازال غنوريكم امتيازات ديال فنلندا. الناس اللي ما كيبغيوش يوريكم، أنا غنوريكم امتيازات ديال الدولة ديال فنلندا. بالنسبة لهذا الأكل راه فابور الإخوان، هو داخل في الدراسة، ما كتخلص حتى شي حاجة. بالنسبة للناس اللي قالوا لي باغيين يديروا التكوين المهني هنايا، التكوين المهني خصك تكون مقيم هنا باش غدير التكوين المهني، لأنه باللغة، إلا ما كانتش عندك اللغة الإخوان، إلا ما كانتش عندك اللغة ما غادي، إلا الجامعة هي اللي باللغة الإنجليزية، ولكن ضروري تكون عارف اللغة السويدية واللغة الفنلندية، لأنه هنايا فاسا كيهضروا باللغة السويدية واللغة فنلندا فنلندية. علاش خصكم تعرفوا علاش؟ علاش ما سولتونيش السؤال علاش؟ لانه حنا في الحدود مع السويد الاخوان، حنا جميع الشركات عندنا هنايا الناس ديالها سويديين فنلندي. شنو كيتسمى سويدي فنلندي؟ بحال هذوك الناس اللي راهم مغاربه وراهم عايشين في فرنسا سنين، هما فرنسا بحال هكا. حتى هاد الناس هادو ديال فاسا، غنفسر لكم باش تفهموا. الناس ديال هنا ديال هاد المدينه اللي سميتها فاسا في كنعيش انا، هما مشاو للسويد بكري، ولدوا ولادهم، ولاد ولادهم، ولدوا ولاد ولادهم، وفاش رجعوا لهنايا داروا شركات، وهاد الشركات يهضروا بالسويديه. اذا خصك تهضر بالسويديه والفنلنديه الا بغيتي دير التكوين المهني اخويا العزيز، ولا تكون وحده فيهم عندك، يا سويديه يا فنلنديه. بالنسبه للاكل، ها هو كيعطيوه حتى في التكوين المهني، عطاوك الاكل الجامعه راه كيعطيو الاكل فابور الاخوان. بالنسبه للناس اللي عايشين هنايا حتى هما حراقه، حتى هما راهم كيعطيوهم الماكله، الجمعيات كيعطيهم الحوايج باش الامور تكون واضحه، ما يقول لكم حتى شي واحد شي حاجه. بالنسبه للناس اللي كيقول لك البرد، انا بالنسبه راني عشت بجميع المدن في اوروبا، شادي نقول لكم الخوت، اوروبا في البرد بارده، في البرد بارده بحال في المغرب. سير للميشليفن او سير للافران، غتلقى السم القارص، السم القارص، ولكن هنا السم القارص ب بحاجه مفيده. راه كاين الاكل، كاين بزاف د الحوايج، عندك الحوايج، الدار السخونيه، الدار الا ما كانتش عندك حتى السخونيه تبقى تيسولوك حتى على السخونيه واش الا ما عندكش. الناس اللي راهم غير جالسين ما تيديروا والو من هذا المنبر، تنقول لهم جمعوا راسكم ونوضوا تخدموا، راكم تديروا واحد الصوره خايبه لفنلندا. فنلندا كتبغي الناس اللي تخدم على راسها، ماشي غير فنلندا، اوروبا كامله الاخوان. بحكم سنين وانا عايش في الدول الاوروبيه، الناس راه ما كتبغيكش تنعس، تبقى ناعس، تبقى ناعس، ما كاين ما يدير، ما يمكنش. سير هي تقرا اخر حاجه، سير تقرا، بين لهم بانك راك كدير شي حاجه. هذه رسالتي الاخوان، وحنا رحنا خوت، راه تبقى فيا الحال، ما خصناش نديرو ديك الصوره اللي راه في اوروبا. راه اوروبا ضاعت الاخوان، اوروبا مشات، ضاعت، ضيعوها، ضيعوها. شكون ضيعوها؟ راكم عارفين شكون اللي ضيعوها. من راسنا خصنا نكونوا، من راسنا نصلحوا راسنا. كيف ما كنهضر عليك هضر عليا، ماشي حتى ما كاين حتى شي مشكل، ولكن انا راني خوك وعزيز عليك، نوض اخويا خدمه ولا دير شي حاجه. ما لقيتيش الخدمه، ما يمكنش ما تلقاش الخدمه. هاد الناس الاخوان، باش نفسر لكم، هاد الناس الاخوان عندهم مكتب ديال التشغيل، ما كنتيش تيسولوك في الاول، النهار فاش جيتي كيسولوك واش كنتي كتقرا في داك البلد. انا كنت نقرا، عندي دبلومات في اوروبا، تيسولك واش بغيت تكمل معنا القرايه، كتقول لهم اوكي. ما بغيتيش، كنتي عندك صنعه، كتقول لهم اوكي. المهم ما يمكنش ما دير شي حاجه. هذوك الناس اللي راهم ياخذوا في السوسيال وراهم جالسين، الله يسهل عليكم الاخوان، نوضوا تحركوا ديروا شي حاجه الاخوان.
سيروا اقراو ديروا تكوين المهني الاخوان، عندكم صاحبي الاقامه، عندكم كل شيء، سيروا ديروا. كاين الناس انا سنعرفهم هنا ما عندهمش اقامه، والله الا كيقراو الاخوان. حراقه، كاين واحد حراقه ندير معاه فيديو ان شاء الله، راني دويت معاه، الا لقينا شي وقيت. هو راه باغي يرجع لاسبانيا، عنده مراته تما في اسبانيا حامله، وغادي يرجع عند الاسبانيا، وقيل من بعد غيرجع لفنلندا. غندير معاه الاخوان وتشوفوا شنو كيديروا معاه. الخلصه كل شهر تيقرا على راسو، وقال تحرك، عطاو كانوا عطا كان كان جالس هو على حساب اللجوء مسكين، الله يسهل عليه. والمهم هو احنا كنتلاقاو مره مره الاخوان، احنا بخير الحمد لله. هادشي اللي بغيت نجي نقول لكم، هادو هما المعلومات ديال فنلندا، وتحياتي ليكم. وما نطولش عليكم، وما تنساوش لايك والدعم للقناه، لانه ما لقاش الدعم وسميتو اللايك وداكشي ما غنعاودش نرجع للقناه، لانه عندي شغلاتي. تحياتي لكم والسلام عليكم.